بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب كلية الصيدلة، أهلا بكم في مقرر إدارة الأعمال الصيدلانية، المحاضرة الثالثة، تابع للموضوع الأول الذي نتحدث فيه عن أنواع منظمات الأعمال. في الموضوع نتحدث عن أنواع منظمات الأعمال وفقا للشكل القانوني، وفقا للحجم، وفقا للنشاط. كنا تحدثنا عن هذا. دعنا نتحدث عن تابع لأنواع منظمات الأعمال وفقا للشكل القانوني. فأقول النوع الثالث هو إحنا قلنا المشروع الفردي والشركات المشاركة. النوع الثالث هو الشركات المساهمة، هي كيان قانوني اعتباري مستقل تنفصل فيه الملكية عن الإدارة. اعتباري لأنه ممكن يعني مقاداته، يعني سنقاضي شركة مساهمة كذا. مين في الشركة؟ الشركة باعتبارها ايه؟ كيان. الشركة هي كيان، فهي كيان قانوني اعتباري مستقل، الملكية فيه تنفصل عن الإدارة، بتخضع لقواعد قانونية معقدة تضعها الدولة إذن إنشائها و يعني تأسيسها ليس سهلا، كما أن أيضا تصفيتها ليست سهلة. الملكية فيه بتكون لعدد كبير من الشركاء عفوا. وهنا مش يعني يقول لك المركب اللي فيها رئيسين بتغرق. طب المركب اللي فيها عدد كبير من الشركاء، فكل شريك هنا بيشتري حصص متساوية في رأس المال تسمى السهم، ستوك أو تشير، يعني بنسميهم ستوك هولدرز أو تشير هولدرز. مثال عليها كتير، احنا عندنا مثلا كتير من الشركات المساهمة اللي موجودة في مصر، وبتقوم في مجالات عديدة، في مجال صناعات الألومنيوم، في مجال الغزل والنسيج، كتير. هنا المسؤولية مسؤولية و يعني مسؤولية الملاك هنا مسؤولية مالية وقانونية محدودة. محدودة بإيه؟ محدودة برأس المال، بمدى إسهامه في رأس المال. إحنا قلنا المشروع الفردي أو شركات التضامن المسؤولية لا محدودة. لا محدودة، بمعنى أن المسؤولية قد تمتد لأموالك الشخصية وليست محصورة في شيء معين. أما المسؤولية في الشركات المساهمة فهي محدودة، ومحدوديتها تكون بقدر إسهام كل يعني شريك في رأس المال. فإذا كان رأس المال 100 مليون وأنت نصيبك مليون، فأنت ستتحمل من الخسائر 1% وتأخذ من الأرباح 1%. إذن أنت يعني محكوم في المسؤولية المالية والقانونية بمقدار رأس مال أو نسبة رأس مالك إلى رأس مال الشركة. طبعا التمويل هنا سهل. ليه؟ لأنه مصادر التمويل متعددة ومتاحة. الشركة يمكنها أو لها الحق في أن تصدر أسهم وسندات للحصول على قروض، وبالتالي هذه الأسهم والسندات بالقطع هي قروض من الملاك للشركة، فهي يمكن أن تزيد من رأس مالها، يمكن أن تحصل على مصادر تمويل متعددة ومتاحة. كمان يعني الجيد في الموضوع أنه يمكن نقل الملكية بسهولة بدون موافقة الشركة. يعني إيه؟ يعني أحد الملاك الأسهم يبيع أسهم في سوق الأوراق المالية أو البورصة بدون موافقة الشركة. إذا نقل الملكية هنا أيضا سهل، على عكس
شركات الأشخاص وشركات الأموال وشركات المساهمة، عفوا على عكس الشركات الفردية وشركات المساهمة، هنا عمر الشركة ممتد، عمر الشركة لا يرتبط بعمر أي مالك. ليه؟ لأن إحنا من الأول قلنا هي كيان اعتباري منفصل عن ملاكه، وبالتالي الشركة لو مات ملاكها أو هم حاملي الأسهم في هذه الحالة ستنتقل الأسهم إلى ورثة أو سيبيعوها بدون موافقة الشركة، إذن هناك انفصال تام بين الشركة وملاكها. من مزايا الشركات المساهمة أيضا إنه زي ما قلت لكم عمر الشركة ممتد ولا يرتبط بأي مالك، لأن الشركة منفصلة عن ملاكها، هي كيان اعتباري. كيان اعتباري زي ما قلت، هرجع أقول تاني، يمكن مقاضاته. أما أقول حرفع قضية على شركة كذا، هرفع قضية على مين؟ على مين في الشركة؟ على الشركة. هل هي شخصية اعتبارية؟ هي كيان اعتباري، وبالتالي تظل الشركة ممتدة حتى لو توفى المالك. طبعا هناك صعوبة شديدة في التأسيس. ليه بقى؟ الإجراءات معقدة، المستندات المطلوبة يعني كتير، الزمن اللازم للتأسيس كتير، الربح هنا بيتم توزيعه على عدد كبير جدا من الملاك. من برضو يعني من الحياة اللي هي يعني تعتبر عيوب ومشاكل، انه الضرائب هنا فيها ازدواجية. بمعنى ايه؟ انه الشركة المساهمة تخضع لضريبتين، ضريبة بتدفعها الشركة المساهمة ككل، يعني هي ضريبة على الشركة، وضريبة يخضع عليها دخل الملاك. ضريبة بيخضع لها دخل الملاك. إذن لما الشركة بتخضع لضريبة هي تعتبر تكاليف بتقتطع من الأرباح اللي هتوزع على الملاك، وبالتالي هم كده بيعتبروا دفعوها. وأيضا لما بيحصل كل شخص على دخله كمان هناك ضريبة دخل بتطبق عليه. فمن عيوب الشركات المساهمة هو الازدواج الضريبي. الحقيقة إن العلاقة بين الملاك والإدارة يعني مش يعني ليست سلسة، هي لا لا لا, لا تمر بسهولة. يعني ليه بقى؟ لأنه هناك احتمال وجود خلافات بين الإدارة والملاك. مش معنى إن أنا من الملاك يبقى بفهم في الإدارة، ولا ممكن أبقى من الملاك ومش فاهم في الإدارة. يعني ولذلك لحل هذا الخلاف يعني بيتم اختيار يعني مجلس إدارة. هو بيتم انتخاب مجموعة من الملاك، هؤلاء الملاك بيقوموا إدارة الشركة باختيار المديرين، والمديرين بيختاروا مجموعات العمل. المدير المالي بيختار الجروب بتاعه، مدير التسويق بيختار الجروب بتاعه، وهكذا. بيحكم هذا أو يحكم العلاقة ما بين الملاك والإداري الإدارة والعاملين ما يسمى بالحوكمة، مجموعة القواعد التي تحدد العلاقة بين الثلاث مستويات: ملاك المنظمة أصحاب رأس المال، والمديرين، والجروب العامل مع كل المديرين أو الموظفين.
هنا لو جينا شفنا بس ده موجود في اليونايتد ستيت اوف امريكا، هنلاقي زي ما انتم شايفين كده البروبريتور شيب 66% من ايه، من البيزنس. وهنلاقي انه البروبريتور شيب، عفوا البروبريتور شيب بروبرتيز بروبريتور شيبس عفوا 15%، البارتنرشيب 19% والكوربريشن 66%. فده احنا هنا بنتكلم على السيلز. السيلز شوف يعني اول واحده النمبر بتاعتها في لو بصينا على اول فيجر الكوربريشن تاخد 85%، البروبريتور شيب 4% والبارتنر شيب 10%. ده ايه؟ ده احنا بنتكلم عن السيلز ان بليون. النت انكم برضه 66%، الكوربريشن هي الاعلى. فهذه شركات لها اهميه قصوى في الارباح وغيرها. لو خدنا أنواع الشركات وفقا لحجمها، يعني إحنا تحدثنا عن أنواع الشركات وفقا للشكل القانوني، اليوم نتحدث عن أنواع الشركات وفقا لحجمها. في عندنا أربع أنواع من الشركات وفقا للحجم، وده تعريف الاتحاد الأوروبي يعني تقسيم الشركات وفقا للحجم، ده من الاتحاد الأوروبي. أول حاجة الشركة متناهية الصغر مايكرو انتربرايز، والشركة الصغيرة small enterprise، والشركة متوسطة الحجم medium size enterprise، وعندنا الشركة هي ناخد الشركة متناهية الصغر. هذه الشركة يعمل فيها عدد أقل من 10 أفراد، يجوز محل زهور أو كوافير أو سوبر ماركت، يعني يمكن يكون شركة متناهية الصغر. مبيعاتها سنوية أقل من 2 مليون يورو. الشركة الصغيرة بقى عدد العاملين فيها من 10 حتى 49 عام. ليه 49؟ الاتحاد الأوروبي هو اللي محدد قد ايه اعداد العاملين. يعني هنا يتم قياس حجم الشركه وفقا لعدد العاملين فيها، او ممكن يتم قياس حجم الشركه بعدد كبير من المتغيرات زي المبيعات بالقيمه او المبيعات بالحجم المبيعات. لكن هنا احنا ممكن بالاصول او ممكن باشياء اخرى، لكن هنا بيتم يعني قياس حجم الشركة بعدد العاملين. الشركة الصغيرة عدد العاملين فيها من 10 حتى 49 عامل، مبيعاتها سنوية من 2 مليون يورو حتى 10 مليون يورو. فهنا يعني المتناهية الصغر كانت أقل من 2 مليون، هنا من 2 مليون وحتى 10 مليون يورو. ده من ضمن خصائص الشركات الصغيرة وفقا لتعريف الاتحاد الأوروبي. بعد كده في شركات متوسطة الحجم
عدد العاملين فيها من 50 وحتى 249 عامل، مبيعاتها السنوية من 10 مليون يورو حتى 50 مليون يورو، عدد العاملين. بعد كده في الشركات الكبرى والكبيرة، عدد العاملين 250 فرد فأكثر، يعني نقدر نقول الشركة كبيرة بدءا من 250 فرد. هناك يعني كتب ومقالات بتقول الشركة الكبيرة عدد العاملين فيها، يعني الشركة اللي يقل عدد العاملين فيها عن 500 هي شركة صغيرة، لكن أنا أتحدث هنا عن تصنيف الاتحاد الأوروبي. فوفقا لتصنيف الاتحاد الأوروبي، عدد العاملين من 250 فرد لأكثر يعتبر شركة كبيرة، مبيعاتها السنوية تبدأ من 50 مليون يورو وأكثر. لو يعني تحدثنا عن أنواع منظمات الأعمال وفقا للنشاط، عندي ثلاث أنواع من الشركات وفقا لطبيعة النشاط. الشركة الخدمية أو الشركات الخدمية Service Companies، والشركات التجارية Merchandising Companies، والشركات الصناعية Manufacturing Companies. يبقى أرجع أذكر أن احنا تحدثنا عن تصنيف منظمات الأعمال وفقا للشكل القانوني، ورجعنا صنفنا منظمات الأعمال وفقا للحجم. دلوقتي بنتكلم عن تصنيف منظمات الأعمال وفقا للنشاط، اللي هي نشاطها قد يكون خدمي زي مثلا بنك، زي مطعم، زي أوتيل، زي مدرسة، زي جامعة، زي مستشفى. بعدين شركات تجارية بتقوم زي كارفور مثلا. وبعدين في شركات صناعية زي مثلا شركة المحلة للغزل والنسيج، شركة الأسكندرية للصناعات الدوائية وغيره. بالحقيقة الشركات الخدمية أهم عامل فيها هو الأشخاص، البيبل. أهم عامل فيها هو الأشخاص، ويمكن هو اللي بيدي ميزة تنافسية. يعني قد لا يكون أبدا التكنولوجي أو المباني أو حاجة، لكن الشركات الأهم أو الفاكتور الأهم هو العاملين فيها، هذا الانتلكتوال كابيتال، رأس المال المعرفي، زي مكاتب المحاماة، زي البنوك، قلت لكم، زي الجامعات، زي المستشفيات، كلها شركات خدمية أهم عامل فيها هو الأشخاص. التحدي الأكبر هنا هو أن المستهلك لا يستطيع الحصول على نفس المستوى من الخدمة. ليه؟ هنا هي مش آلة هتطلع منتج ستاندردايزد، هي أشخاص، أفراد. في حاجة اسمها لحظة الحقيقة، هي لحظة التفاعل بين العاملين والعملاء. وجود العميل في موقع تقديم الخدمة واقع الأمر هو يؤثر بشكل جوهري على المستوى الخدمة. ممكن ان العميل يكون متعصب فينقل المشاعر السلبية لمقدم الخدمة، فبالتالي هو أداؤه يتعصب. من الممكن ان مقدم الخدمة نفسه يكون مجهد، يعني مش في نفس الساعات من النهار، في ساعات مختلفة من النهار بندي نفس مستوى الخدمة. ممكن يكون شخص آخر، أنا روحت مستشفى أكشف وروحت مرة تانية ما لقيتش نفس الطبيب، أو خدت كورس في جامعة والسمستر بعديه بدي دكتور تاني، فمستوى الخدمة هنا مختلف. كمان العميل نفسه بيؤثر على مستوى الخدمة. يعني مثلا لو واحدة راحت كوافير وقالت لها اعملي لي شعري زي شعر هيفا،
وعملته لها وبعدين صوتت لها في الاعلان. ما هي مش عارفه هي يمكن تقصد اليسا فقالت هيفا. فممكن جدا وجود العميل في الخدمه ومراقبته لمقدم الخدمه، و يعني ممكن جدا مثلا احد الاطفال يقول اعراض مش صح للطبيب فيقوده الى عمل ابحاث مش مطلوبه وهكذا. فهنا صعب الحصول على نفس مستوى الخدمه. ناتي للشركات التجاريه، من المؤكد انها بتبيع منتجات ملموسه مش زي الخدمه غير ملموسة. هي بتشتري منتجات وتعيد بيعها مقابل ايه؟ انها تحقق ارباح من غير كلام، يعني زي ما قلنا كارفور وغيره. اي تاجر جملة او تاجر تجزئة تقدر تعتبره ايه؟ شركة تجارية. بعد كده في الشركات الصناعية هي بتنتج مش بتشتري وتعيد البيع، لا هي بتنتج منتجات ملموسة. هذا الإنتاج يتم عن طريق إنها بتشتري مواد خام وتحولها لمنتجات نهائية وتامة الصنع، ثم تبيعها للعملاء مباشرة أو من خلال الوسطاء اللي هم الموزعين أو تجار الجملة أو تجار التجزئة. شركات الغزل والنسيج، شركات الأدوية، شركات الحديد، شركات المواد الغذائية، كلها أمثلة للشركات الصناعية. ده بقى تدريب وفقا للشكل القانوني، فرق للأدوية أو صيدلية معينة وفقا للحجم وفقا لنوع النشر. صنفونا دول وقولولنا، اكتبولنا يعني عليهم المرة الجاية. أنا خلصت المحاضرة دي، شكرا جزيلا. أي أسئلة لحضراتكم أرجو إن انتوا تبعتوها على المايكروسوفت. سلام عليكم.